على امتحان الكيمياء. وزارة التربية والتعليم طلعت بيان النهاردة بترد فيه على الأشخاص اللي ادعوا تسريب أسئلة امتحان الكيمياء على السوشيال ميديا وعلى المنصات التعليمية، وقالت في بيانها شوية نقاط كده، أنا مش هقولهم كلهم بس أنا هقول أهم النقاط اللي طلعت في البيان. تؤكد وزارة التربية والتعليم الفني والتعليم الفني أن لجنة فنية متخصصة قامت بفحص الفيديوهات المعروضة بعد الامتحان، والتي يستعرض خلالها بعض الأشخاص مدى مطابقة المراجعات الخاصة بهم لأفكار الامتحان. ماشي. الأسئلة اللي تم تداولها على السوشيال ميديا والمنصات التعليمية هي مجرد تشابه في بعض الأفكار لبعض الأسئلة الموجودة بالامتحانات وليس تطابق بين الأسئلة. طيب، تؤكد وزارة التربية والتعليم أن إجراءات وخطوات وضع أسئلة الامتحان شهادة إتمام الثانوية العامة بداية من سحبها من بنوك الأسئلة ووصولها إلى المطبعة تخضع لعدد من الإجراءات المشددة، مشيرة إلى أن النسخ النهائية لأسئلة الامتحانات التي يتم الاستقرار عليها لا تطلع عليها اللجنة المختصة بمراجعة مواصفات أسئلة الامتحانات بعد سحبها من بنوك الأسئلة، وتخضع لإجراءات مشددة بالتعاون مع عدد من الجهات ولا تقبل أي تشكيك. وتناشد الوزارة مرتادي وسائل التواصل الاجتماعي بتحري الدقة وعدم الانسياق خلف حملات التشويه التي تستهدف الإساءة لمنظومة التعليم المصرية والامتحانات، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد الأشخاص المسؤولين عن بث هذه الفيديوهات المغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي. طيب، نعرف معلومات اكتر. معانا على الهاتف دلوقتي الاستاذ شادي زلطه، المتحدث الرسمي باسم وزاره التربيه والتعليم. اهلا وسهلا يا فندم، مساء الخير. اهلا بحضرتك استاذه اميره، تحياتي لحضرتك والاستاذ المشاهدين. طيب، بعد امتحان الكيمياء فيديوهات كتير نزلت على السوشيال ميديا، وبقى في مواقع، انا معرفش حضرتك واخد بالك منها ولا لا، مواقع انا معرفش دي مواقع خبريه ولا ايه، ولكن هما بينزلوا يعملوا انترفيوهات لقاءات مع طلبه الثانويه العامه، وشايفه ان الطلبه بتتكلم بشكل، اعتقد لو موقع يعني لو موقع ليه مصداقيه كبيره لا يمكن هيطلع اللقاءات بالشكل ده. معرفش حضرتك شفت اللقاءات دي ولا لا؟ طبعا رصدنا حاجات كتيره جدا استاذه اميره. يعني هو يعني بعد كل امتحان يعني لو في حاله هدوء فلازم دايما يكون في زي حمله ممنهجه علشان يشوف حاله من اللغط. ماشي، معلش انا بس عايز افهم حاجه، مين اللي بيقوم بالحمله الممنهجه دي؟ يعني انا اللقاءات اللي انا شفتها، يعني حتى في شويه طلبه بيقولوا وبيستخدموا عبارات، ما فيش طلبه ثانويه عامه يقولوا العبارات دي بالشكل ده قدام كاميرا، يعني عيب، ما يصحش اسلوب الكلام نفسه. يعني مين اللي بيعمل كده يا فندم؟ والله يا استاذه اميره، هو السؤال ده يعني انا ما اقدرش اجاوب حضرتك عليه، ولكن انا كوزاره التربيه والتعليم معني بالاستماع بشكل جيد وبعنايه شديده جدا للطلاب نفسهم ولاولياء الامور، والتاكد من اي شكوى خاصه بيهم. ويمكن زي ما حصل في امتحان الفيزياء، الوزاره كان عندها الشجاعه الكافيه انها تطلع وتتكلم وتشكل لجنه وتؤكد على ان كان في عدد من الاسئله كان فيهم ملاحظات، وبالتالي كان في اجراء وتوجيهات بخصوص هذا الامر، وتم الاعلان عنه بمنتهى الشفافيه والوضوح. انا بس عايز اكد لحضرتك ان يعني وهقولها لك بمنتهى الصراحه، الوزاره ما عندهاش حاجه تخبيها. اجراءات الوزاره هي اجراءات قويه واجراءات دقيقه ومشدده، وبتتم بالتعاون مع عدد كبير جدا من الجهات المشاركه للوزاره في كل خطوة بداية من سحب أسئلة الامتحانات من بنوك الأسئلة، وحتى فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بضبط انتظام سير اللجان على مستوى الجمهورية. هل في تحديات وهل في مشاكل؟ طبعا في تحديات وفي مشاكل، أنا ما بنكرش ده ولا الوزارة بتنكر ده. إيه التحديات والمشاكل؟ طيب، يعني هل مثلا في حالة خروج عن الاجراءات مثلا في بعض الحالات، وبيتم ضبطها وبيتم التعامل معاها. يعني كان في فيديو منتشر كده لسيده واقفه تحت لجنه عماله بتملي الناس الاجابات بصوت عالي قوي، وواحد تاني بقى بيقوم قايل بصوت عالي برضه عشان يوصل للناس. هل حضرتك رصدت الفيديو ده؟ شفته؟ يا فندم، وطبعا واصدرنا بيان بعدها يمكن بعد 10 دقائق تقريبا من رصد الفيديو،
بعد 10 دقائق تماما طلع بقى رحت كانت البيت. بتغششهم فعلا؟ يعني هي طبعا يعني اولا دي سيده كانت واقفه خارج حرم اللجان، ايوه وكانت بتتعامل بصوت مرتفع، بت 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 يعني بتتكلم على اجابات الاسئله المقاليه للامتحان. والحقيقه ان كان يمكن في توجيه سريع جدا من الدكتور محمد عبد اللطيف ان في حاله يعني تم تشكيل لجنه طبعا لتصحيح اسئله هذه اللجان في هذا المجمع التعليمي، بيشوفوا فيه وان في تطابق في حاله الإجابات ولا لا؟ بالظبط، ولو في حاله وجود تطابق في الاجابات هيتم الغاء الامتحانات بالكامل واعادتها في الدور طب الثاني. هل انتوا عرفتوا مين السيدة نفسها اللي كانت بتعمل كده؟ هو ده الحقيقه يعني. يمكن انا يعني خليني بس اوضح لحضرتك، طبعا احنا يمكن كان في بيان صدر من وزاره الداخليه ايوه اعقب ايوه البيان بتاع وزاره بالظبط. التربيه والتعليم ووضح الامر، لان الامر ده طبعا مش احنا المعنيين بيه طب وفي تعاون. هي جابت يعني جابت الأسئلة منين اساسا عشان تقول لهم على الإجابات السيدة دي؟ يعني طبعا كان في جزء تم تداوله من الجزء من الاسئله تم تداوله على جروبات الغش الالكتروني على التليجرام وعلى الواتساب، فبالتالي يمكن هي استغلت هذا الامر طبعا. يعني انا ما حددتش تقريبا ده بعد ما هي الطلبة الاسئله اللي بيدخلوا كلمت بيشوفوا فيها. الامتحانات يعني؟ لا طبعا هو الطلبه مش بيشوف الامتحانات جوه، هو طبعا لما بيبقى في طالب قدر يتحايل ويدخل بهاتف محمول جوه اللجنه أيوة ويعرض نفسه للخطر ويحاول يقوم بتصوير جزء من الاسئله بيقوم بنشره على احد جروبات الغش الالكتروني على التليجرام، ولكن هو وهم عارفين الكلام ده ان بيتم ضبطه على الفور، ولكن طبعا بيكون جزء الاسئله ده تم تداوله على جروبات الغش الالكتروني، ولكن هو الطلاب جوه اللجان ما يعرفوش حاجه عن الموضوع ده. هو اللي بيعرفوا ده اللي هم اللي موجودين معاهم هواتف محموله بره ايوه ايوه او الناس بره، لكن الطلاب جوه اللجان هم قاعدين بيحلوا ايوه وبمركزين في الامتحان، فبالتالي دي طبعا دي يعني وكان في حالات غش يعني كتير يا فندم في امتحان الكيمياء ده مثلا، كان في حالات غش كتير كده؟ لا هو في يمكن احنا اصدرنا بيان يوم امتحان الكيمياء وكان في حالتين تم ضبطهم وتم الاعلان عقب كل حاله سريعا ببيان متكامل عن الحاله تم ضبطها ازاي وفي اي محافظه، وبنتعامل بشكل سريع كل امتحان حتى خلال الفتره الزمنيه نفسها تحت الامتحان. يمكن انا قلت لحضرتك الكلام ده يمكن المره ايوه اللي فاتت ان احنا بنتعامل بشكل سريع جدا وبنعلن للراي العام بشكل مستمر علشان ما يكونش في اي لغط طيب او اي حاجه معلومات مغلوطه يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي. والمواقع بقى اللي بتدعي ان هي عندها اسئله الامتحان قبل الامتحان وبتخلي الطلبه يقابلوا مشاكل كبيره جدا ان هم بيخشوا مذاكرين حاجه ويلاقوا حاجه تانية. والله يا أستاذة أميرة يعني يمكن التجربة أثبتت على مدار الفترة اللي فاتت إن كل الجروبات اللي بتقوم بهذا الأمر هدفها الأساسي هو جمع الأموال ونصب الاحتيال، ويمكن إحنا رصدنا عدد كبير من الطلاب يعني كانوا بيتحدثوا على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ايوه هذا الأمر إن هما دفعوا فلوس اه وتم بتقول لك انا النصب اشتريت عليهم الامتحان ب 3000 والاحتيال جنيه عليهم ولقيت مش الامتحان وفي غلط. الآخر. فطبعا يعني احنا هدفنا التوعية وهدفنا تكرار التوعية وتجديد التوعية طول الوقت والتحذير من هذه الجروبات الالتزام بالإجراءات، ولكن في النهاية احنا بننفذ الإجراءات الخاصة بينا والطالب له حرية الاختيار ما بين الالتزام ما بين الإجراءات اللي بتضمن له يعني سلامة ايوه الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالامتحانات وعدم المخاطرة بمستقبله، أو يا إما في حالة انتهاكه لهذه الإجراءات أي شخص داخل منظومة الامتحانات هينتهك هذه الإجراءات هو معرض للمسألة القانونية وكل الإجراءات القانونية هتتخذ ضده. استاذ لكن شادي، طالب لو قلت لك ادي نصيحة لطلبة الثانوية العامة في الامتحانات الفترة الجاية تقول لهم ايه؟ نصيحة وهتكون نصيحة صادقة يا أستاذة أميرة، يعني أرجو الـ يعني يكون درجة الوعي عندنا أعلى من كده بكتير. إحنا بنسيء لمنظومة التربية والتعليم في مصر وبنسيء لمنظومة الامتحانات بالاعتماد على معلومات مغلوطة بيتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لأهداف كثيرة. يعني يمكن منذ فترات طويلة كان هناك أحاديث كثيرة جدا تم تناولها عن فكرة حروب الجيل الرابع والخامس على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر معلومات مغلوطة طوال الوقت. ايوه احنا بنأكد برضو بنأكد احنا عندنا الشجاعة الكافية للتحدث عن أي مشكلة أو أي أمر فيه خطأ ومعالجته على الفور. احنا تمام مش بنخبي أي حاجة، ولكن لما تكون الوزارة بتقوم بدورها بشكل كافي وبتتخذ إجراءاتها وبترد على أولياء الأمور وفي شكاوى وبتتعامل معاها على الفور، ف
فأعتقد أن هذا الأمر يحسب لوزارة التربية والتعليم. طيب هل تعتقد أنه الناس شايفة مثلا أن الامتحانات صعبة السنة دي، هل حضرتك شايف كده ولا شايفها لا الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط عادي جدا، وأن المفروض اللي مذاكر يعرف يحلها؟ هو التباين في الاراء يا استاذه اميره بيبين ان ده مستويات او جهود الطلاب، يعني لما يكون في تباين في الاراء ما بين سهوله وتوسط وصعوبه فده بيكون فروق في الاجتهاد ما بين الطلاب، ولكن لما بيكون في اجماع كامل على صعوبه امتحان لا طبعا بيكون مصلحه الطالب ذات اولويه بالنسبه للوزاره، بيتم طبعا في التصريح بمراعاه هذا الامر، ولو في حاله انه في وجود سؤال او سؤالين فيهم مثلا مش مشكله، فيهم ملاحظه او فيهم اجابات مثلا معممه بشكل كامل غير صحيحه، لا طبعا يعني هتكون مصلحه الطالب هي ذات الاولويه في الموضوع، ولكن هذا الامر يعني احنا رعيناه بشكل كبير جدا، حتى كمان فيما يتعلق بجدول الامتحانات والفتره الزمنيه ما بين كل امتحان واخر كان في مراعاه للفتره الزمنيه يعني عشان خاطر بيبقى في كان في كان في شكوك فارق. لدى بعض الطلبة، يعني بيتكلموا على التنسيق وانتوا عليتوا التنسيق وفي نفس الوقت الامتحانات صعبة جدا، هل في مثلا سياسة جديدة لان احنا ما يبقاش في تكدس على الجامعات او على التخصصات جميع، فلا احنا عايزين الاعداد تبقى اقل شوية لان هو ده اللي سوق العمل محتاجه، هل في سياسة جديدة في وضع امتحانات الثانوية العامة بحيث ان هي تبقى مناسبة للجامعات بعد كده كل حد ياخد العدد اللي هو محتاجه بس؟ لا طبعا استاذه اميره، ده الامر اللي حضرتك بتتحدث عليه ده هو ده اللي بيتم ترويجه على مواقع التواصل ما الاجتماعي، انا بسألك بقول لحضرتك الطلبة هو ده اللي بيتم بتقول كده. ترويجه على مواقع التواصل الاجتماعي، هو طوال الوقت طوال الوقت يعني يعني انا على مدار فتره الامتحانات منذ بدايتها برصد طوال الوقت معلومات بتظهر فجاه من ايوه اماكن معينه على مواقع التواصل الاجتماعي وجروبات معينه، تطلع بمعلومات مغلوطه وتقولها على لسان الوزاره او تتكلم باسم الوزاره ويتم تداولها ونشرها على نطاق واسع بدون يعني او بشكل هستيري ماشي. يعني، فطبعا احنا بنبقى ساعتها في هذه الحاله طبعا بيبقى في حاله تقييم بناء على حاله الانتشار ده، هل تستحق فعلا رد من الوزاره تصحيحه او دراسه الامر او تجاهل الموضوع لو هو امر يعني غير هام او امر يعني لا ليس له اي علاقه بالمنطق، ولكن احنا طوال الوقت يا استاذه اميره حريصين على توضيح الامور والشفافيه والتعامل مع الراي العام تمام بجديه شديده جدا، وتعريفهم بكل ما يتعلق بمنظومه الامتحانات والشكاوى اللي بيتقدموا بيها وبنسمع صوتهم بشكل كويس جدا، وده امر محسوم بالنسبه لنا وده اللي انا باكد عليه طول الوقت عشان خاطر يبقى يعني متأكدين تماما ان اصواتهم دايما مسموعه بالنسبه لنا، وان احنا بناخد اجراءاتنا بشكل كافي وبشكل متكامل في اي امر يخص اي حاجه بيتم تناولها. طيب انا بشكرك جدا الاستاذ شادي زلط المتحدث الرسمي باسم وزاره التربيه والتعليم. هو احنا عندنا هنا اولياء الامور لسه لحد دلوقتي الثقافه دي ما اتغيرتش، ان احنا بناخد موضوع الثانويه العامه يعني بناخده على قلبنا قوي وبيبقى موضوع يعني حياه او موت، ومع ان هي الثانويه العامه ما هي الا خطوه في حياتنا، لسه قدامك الجامعه ولسه قدامك الحياه العمليه اللي بتبقى مختلفه شويه عن اللي انت درسته وممكن جدا انت تنجح فيها، يعني الثانويه العامه ما هياش اخر المشوار، الثانويه العامه هي بدايه المشوار بس هي مش نهايته، فانا نفسي الناس عندنا في مصر تبطل تاخد موضوع الثانويه العامه ده على قلبها قوي كده، ونلاقي اللجان قدامها البنات منهاره والامهات بتصوت وبتعيط ويا نهار اسود ومستقبل بنتي راح ومستقبل ما هي الموضوع، انتوا لازم الثقافه دي تتغير، الثانويه العامه هي بدايه مش نهايه، بدايه لدراسه جديده وبدايه لحياه عمليه تانية وموضوع مختلف، فشبح الثانويه العامه وعفريت الثانويه العامه ده لازم نتخلص منه، لازم نخلص منه. وبعدين زي ما قلنا قبل كده هو العيال مش كلها لازم تخش طب وهندسه، يعني خشوا اللي يخشوا اللي بيحبوه، ودلوقتي عندنا اختصاصات تانية مطلوبه في سوق العمل، دوروا وشوفوا سوق العمل محتاج ايه، مش لازم ابني يطلع مهندس او يطلع دكتور وخلاص، يا فرحتي يطلع دكتور ومش دكتور شاطر.
ما يخش الاختصاص اللي هو هينجح فيه ويكمل حياته العمليه بعد كده فيه. فنفسنا نخلص من الحاجات دي. وهقول وهفضل اقول يا جماعه، البرمجه والذكاء الاصطناعي دلوقتي مهم جدا ومطلوب جدا في سوق العمل وفلوسه حلوه جدا. فلازم نغير من طريقه تفكيرنا، لازم نغير من طريقه تفكيرنا ونسيب الطب والهندسه لاهل الطب والهندسه اللي يقدروا عليها، اللي يقدروا عليها ويبدعوا فيها. وكمان ولادنا يبدعوا في حاجات تانية، مش معنى كده ان هم هيطلعوا فشلة، بالعكس هيطلعوا شاطرين في اللي هم بيعملوه. طيب ده كان ملف الثانوية العامة، يعني ربنا معاكم وركزوا الفترة اللي جاية وان شاء الله الدنيا تبقى احسن. طيب ده كان ملف